السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لجولة سمو ولي العهد الآسيوية. طبعا نتناقش مع ضيوفنا الأعزاء ونواصل الحديث حول العديد من المحطات لسمو ولي العهد تحديدا في جمهورية الصين الشعبية ولقائه برئيس جمهورية الصين وكذلك نائب رئيس الصين وكذلك التوقيع العديد من الاتفاقيات. هناك قرابة 12 اتفاقية خرجت بها اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، كذلك خرج منتدى الاستثمار ب 35 اتفاقية بمبلغ قدر ب 28 مليار دولار. طبعا هذه الاتفاقيات بالتأكيد تحدث عنها العديد من الخبراء الاقتصاديين والمتابعين السياسيين بأنها ستؤسس وستعزز لشراكة مستقبلية ومستمرة ما بين الجانبين، المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية. للحديث أكثر طبعا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن النامي، أستاذ العلاقات العامة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أيضا بالمهندس عبد المحسن المجنوني وهو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أهلا بك مهندس. أشكركم على الاستضافة. حياك دكتور عبد الرحمن. طبعا ونحن نتابع هذه الجولة الآسيوية لسمو ولي العهد، بدأها باكستان ثم الهند وحاليا في الصين، وشهدنا أيضا المحطات المتنوعة في الصين تحديدا لسمو ولي العهد، لقائه هذا اليوم بالرئيس الصيني وكذلك بنائب الرئيس الصيني وكذلك توقيع العديد من الاتفاقيات. من جانب العلاقات الدولية وهذا النهج المستمر للسعودية، ماذا يعني ذلك دكتور عبد الرحمن عندما نرى هذه الزيارات التي تهدف في النهاية إلى التعزيز مع الدول الصديقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نجد أن المملكة العربية السعودية هي ذات مكانة رائدة في جميع المجالات. على سبيل المثال لها ثقل سياسي بالدرجة الأولى، ولذلك كل هذه الدول سواء ممتدين شرقا أو غربا هي تسعى دائما إلى أن يكون لها اتصال في الجوانب السياسية مع المملكة لما تمثله من قدرة سياسية عالية، تأثير في القرار الدولي السياسي في كل القضايا التي تثار على المستوى الدولي، حتى تلك القضايا التي تدول وتمس حياة مجتمعات أخرى ودول أخرى للمملكة الريادة والسيادة فيها. أيضا نجد أن كل هذه الدول وكل هذه المجتمعات تسعى إلى أن ترتبط مع المملكة لقدرتها التأثيرية في القرار السياسي، لقدرتها التأثيرية في القرار الاقتصادي، لقدرتها التأثيرية أيضا في القرارات الاجتماعية والتأثيرية، حتى في المشهد الإعلامي لها قدرة تأثيرية بشكل كبير. والاتفاقيات اللي مرت أو على الأقل الزيارات اللي مرت في باكستان والهند وأخيرا لولي العهد يحفظه الله إلى الصين هي أيضا امتداد لهذا الجانب لقوة التأثير. كل هذه الدول وغيرها من الدول هي تسعى إلى أن تكون المملكة شريك استراتيجي لها في سياساتها، حتى في سياساتها الخارجية وقدرتها على التعامل مع كثير من القضايا. ولذلك حينما تحدثت اليوم وسائل الإعلام الصينية عن كلمة ولي العهد يحفظه الله في طرحه في اليوم في الاجتماع، كانت أيضا تبرز أن المملكة لها تأثير قوي في السياسة، سواء كانت سياسة خارجية أو علاقة الدول مع بعضها بشكل رئيسي. ولذلك هذه الزيارة هي تمثل عمق استراتيجي للعلاقات السعودية مع كثير من الدول وليست الدول في آسيا. مهندس طبعا عبد المحسن، طبعا الزيارة لها جانب اقتصادي
بشكل كبير، ونظرا لما شاهدناها اليوم من توقيع العديد من الاتفاقيات سواء في المنتدى الذي خرج ب 35 اتفاقية أو باللجنة السورية السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى التي خرجت بتوقيع 12 اتفاقية. عندما نتحدث عن شراكة ما بين السعودية بثقلها وكذلك بالمقابل الصين بثقلها الاقتصادي ومكانتها، مدى انعكاس هذه الاتفاقيات على المستقبل الاقتصادي لكلا البلدين؟ صحيح، خليني بس أخذك أنا إلى دولة الصين أو جمهورية الصين الشعبية. يعني كنا نسمع يمكن من سنوات أنه المنتجات الصينية يعني كان غير مرغوب فيها، يعني حتى فترة قريبة جدا. يمكن كثير ما يعرفون أنه الصين خلال الفترة 20 سنة الماضية مرت بتغييرات كثيرة على سبيل الحصر، لا على سبيل لما نتكلم على الصين واستثماراتها في البحوث والتطوير. الصين صارت ثاني أكبر دولة تستثمر في البحث والتطوير، هذا مهم جدا. طبعا لو نظرنا أنه المنتجات اللي نشوفها الآن تجارية، المنتجات الاتصالات مبنية على البحوث، فالصين الآن صار لها ثقل ليس بالتحديد الصناعي فقط ولكن على السبيل التقني جدا. لذلك وجود الصين كعنصر استراتيجي وللمملكة العربية السعودية مهم جدا. لما نتكلم على الاتفاقيات زي ما ذكرت، يمكن وقع اتفاقيات بمبلغ 25 مليار تقريبا. صحيح، انا اعرف انه شركات مثل ارامكو السعوديه وسابق بدات الاستثمارات في الصين يمكن من حوالي 15 سنه تقريبا. الصين لا يمكن كانت تمر بصعوبه الاعمال فيها، ولكن بفضل الجهود الوزارات عندنا وجهود أرامكو السعودية وسابق الآن في استثمارات في الصين من عام 2004. توجد عندنا مصفاة لأرامكو السعودية في الصين، يوجد هناك مركز بتروكيميائي كبير لسابق. أحد الاتفاقيات لم تخني الذاكرة وقعت بين أرامكو السعودية وبين الصين تبلغ يمكن 10 مليون دولار أمريكي، وهي إنشاء مصفاة وأيضا مركز أو شركة بتروكيميائية. الموضوع الثاني والمهم في الصين، الصين الآن يمكن معروف عنها أنها أكبر دولة من ناحية الإنتاج اللي هو الجي دي بي. مهم جدا الدول اللي تبغى تكون في المقدمة تنشأ علاقات استراتيجية معها، علاقات صناعية. الآن يمكن التركيز بيكون في كيفية نقل التقنية الصينية اللي استثمروا فيها في الماضي استثمارات كبيرة إلى المملكة العربية السعودية، وهذا اللي يمكن سمعناه من خلال توقيع اتفاقيات في مجال الاتصالات، في مجال الطاقة المتجددة، في مجال النفط والبتروكيميائيات، وأيضا في مجال الطاقة الذرية. دكتور عبد الرحمن، طبعا المملكة هي عنصر رئيسي دائما في تحالفات العالم. إن تحدثنا عن هذا التحالف ما بين السعودية والصين، يعني برأيك ما الذي سيعززه هذا التحالف؟ حقيقة حينما ننظر إلى الوضع بشكل مجمل نجد أن هنالك عناصر مشتركة خاصة في الجوانب التعاونية الدولية أو العلاقات الدولية بشكلها العام، يعني بدرجة ثابتة. نجد أن المملكة العربية السعودية هي لها رؤية تسعى إلى تحقيقها، وهذه الرؤية تشارك في كثير من المجتمعات معها وكثير من الدول
في شرح هذه الرؤية لها، وحينما أيضا قام ولي العهد حفظه الله أيضا بجولة سابقة لشرح أهداف هذه الرؤية والوصول إلى غايتها، نجد أن الصين أيضا لها بعد آخر هي تسعى إلى تحقيقه، ولذلك هنالك توائم أو هنالك اتصال ما بين هذه الأهداف والاستراتيجيات لهذه الدولتين، وهذا أحد الدعائم الرئيسية في هذا الجانب وعملية التحالفات الدولية حتى تستطيع أنها يعني تأخذ سياقها بشكل واضح للمجتمعات. المملكة العربية السعودية كما قلت في بداية الحديث هي تشكل ثقل في جميع النواحي، ولذلك كثير من هذه الدول سواء كانت متقدمة أو تلك الدول النامية التي تسعى إلى أن تجد لها فرص مستقبلية، هي تسعى إلى أن تجد مع المملكة العربية السعودية بعدا استراتيجيا حتى تكون لها مظلة أو حتى تكون لها داعم. المملكة منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة هي داعمة لكثير من المجتمعات وكثير من الدول، ولذلك هي وافية وفية في ارتباطاتها مع الدول، فكل هذه المجتمعات هي تسعى إلى أن يكون لها دعم من السعودية في كثير من قضاياها. كل هذه المجتمعات هي تسعى إلى أن يكون والله المملكة العربية السعودية قادرة على أن تدعمها في قضايا دولية، لأن كثيرا من المواقف المملكة مؤثرة فيها، لا نختلف مع غيرنا على هذه النقطة، ولا نجبر أحد أنه والله يعني يميل إلى أنه يعني يرى فيها أمور مختلفة. نحن كما يرانا العالم لنا قدرة بإذن الله جل وعلا على التأثير في كثير من القضايا الدولية، ولذلك الصين حينما زارها ولي العهد في هذه الفترة إنما هو داعما لهذه العلاقات الدولية التي تكون واضحة، دعما للقضايا الدولية. ترى يعني هنالك مستفيد، كبرى الصين مستفيدة بدرجة عالية حتى الاتفاقيات التي توقعت، هذه ربما هي داعمة للاستفادة القصوى. الصين هي بحاجة إلى أن تكون المملكة شريكا لها، أو على الأقل داعما استراتيجيا لها، لتكون حلقة الوصل ما بين أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا، وارتباطها أيضا بهذا الجانب لها تأثير قوي، ولذلك هي تسعى إلى هذا الجانب. نعم. اقتصاديا طبعا مهندس عبد المحسن، ونحن قرأنا وتابعنا دائما الترحيب كذلك برؤية سمو ولي العهد 2030، تابعنا الترحيب في باكستان والهند وكذلك اليوم في الصين، هناك اتفاقيات وقعت لأنها أتت في نطاق ما تنادي به الرؤية، رؤية السعودية 2030. أنت كيف تنظر إلى آفاق الشراكة المستقبلية ربما في ما تم هذا اليوم وفي نطاق رؤية السعودية 2030؟ أتفق معك، والحمد لله يعني لما نسمع ونشوف الواقع توقيع الاتفاقيات سواء كانت في الزيارات للباكستان والهند والآن في الصين، العالم بدأ يعرف أن رؤية المملكة حقيقة. نعم. لا مجال. صحيح. وكون الآن نحقق الرؤية هذا اللي خلى العالم كله يأخذنا على مد... على... 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 على الجد. الرؤية طبعا تشمل عدة مجالات، من ضمن المجالات فيها وهو أن نكون منصة توصل القارات سواء أفريقيا أو أوروبا أو حتى الآن آسيا. نعرف حنا الصين عندها مشروع كبير وهو مشروع الحرير. نعم. أو الطريق الواحد، طريق الحرير الصيني اللي يوصل الصين من أقصى شمال القارة الآسيوية إلى أوروبا. نعم. كل الدول التي داخلة في هذا الطريق سوف تستفيد من وجود التجارة الصينية الموصولة من آسيا مرورا بأفريقيا إلى أوروبا. المملكة العربية السعودية جزء من المنظومة هذه، وصارت عدة اتفاقيات وعدة محادثات، فهذه جزء من الرؤية وجزء من ما يحفز الدول هذه إنها تعمل مع المملكة العربية السعودية. نتكلم على الصناعات، نتكلم على الإمكانية المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد من النفطي لغير النفطي، سواء في الطاقة المتجددة، سواء في الاتصالات، سواء حتى في المجالات الطبية.
يعني الآن الصين عندها الطب التجديدي، وهو دولة الصين عندها خبرة ممتازة فيه، وبين اتصالات مع 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 جمهورية الصين مع بعض الجامعات والمستشفيات للتعاون في هذا الشيء. هذه كل موجودة من ضمن الرؤية، وأعتقد دولة الصين الشعبية جزء استراتيجي مهم إن لم يكن الأهم في ما هو بس تحقيق الرؤية، ولكن الاستفادة من كلا الجانبين، سواء من جمهورية الصين أو المملكة العربية السعودية. نعم. دكتور عبد الرحمن، يعني تحدثت وسائل إعلام عالمية كذلك عن هذه الزيارة، وتترقب دائما حتى تحركات سمو ولي العهد وما الذي سينتج وستخرج به هذه الزيارات. تابعنا اليوم أيضا صحف عالمية تحدثت بأن هذه الزيارات يعني جاءت مهمة وفي توقيت مناسب ربما للسعودية ولتقوية الاقتصاد والشراكات وكذلك الصداقة مع مختلف دول العالم وليس فقط بدول بعينها. الرسائل التي تصل من خلال هذه الزيارات المكوكية لسمو ولي العهد، أنا يعني أنت ألمحت إلى موضوع أنا كنت بتكلم عليه، بس أنت عاد سبقتني على هذا الطرح فيه. أنا اطلعت على تقرير للسي إن إن اليوم عن أهمية الزيارة، وتكلمت عن أهمية الزيارة وتأثيراتها في جميع الجوانب وليست في طبعا التركيز كان على شخصية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله، وقدرته التأثيرية أيضا في كثير من القضايا سواء المطروحة. تحدثت وسائل الإعلام برمتها عن هذه الزيارة، ولأن لها تأثيرات انعكاسية يعني على حتى على المنطقة برمتها، وليست على سبل التطوير في جوانب بين المملكة والصين. الصين بلد عريق وثقافة عريقة لها أكثر من 1000 عام، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلغي هذه الثقافة العريقة وقدرتها أيضا على التكيف مع نفسها. وأيضا السعودية أيضا هي لها باعها الطويل في يمتد لقرون من الزمن في هذا الجانب، ولذلك تلاقح هذه اللقاء الذي أصبحت وسائل الإعلام هي المحرك أو على الأقل هي المغطي لهذه الفعاليات، إنما هي آتية لأن والله هذا الزيارة لها تأثير في جميع الجوانب، وأيضا لهذه الشخصية البارزة الشابة قدرة عالية على التأثير والتعامل مع القضايا بدرجة عالية. وسائل الإعلام لا تسلط على القضايا يمكن التبادلية أو ما نسميها البينية بدرجة معينة، ولكنها تهتم بالشخصيات الصانعة للأحداث، مهتم بمن يصنع المستحيل. يعني كثير من وسائل الإعلام حين ما كانت تركز على هذه الزيارة، أنا أعجبتني في طرحها حينما عرضت التقرير عن سمو ولي العهد، كان مركز على والله قدرة هذا الرجل على الوصول إلى غايته، على شرحه، على رؤية قدمها، ولذلك هو الآن يقنع بها الآخرين. وأيضا ركزت على أهمية هذه الزيارة في صناعة العلاقات الدولية المتكاملة الداعمة لبعضها في هذا الجانب. مهندس عبد المحسن، دعنا نركز الحديث أكثر بلغة الأرقام، ودائما الاقتصاد هو يعتمد على الأرقام. عندما نتحدث عن منتدى للاستثمار السعودي الصيني الذي توج هذا اليوم بتوقيع 35 اتفاقية وأربع تراخيص لشركات صينية أيضا تقدر بأكثر من 28 مليار دولار، وسط حضور كبير ربما تجاوز 1000 مشارك وزائر من كلا الجانبين، طبعا بينهم صناع قرار و اقتصاديون وسياسيون. زيارة لأيام معدودة جدا، خرجت بمثل هذه الاتفاقيات التي ستؤسس بالتأكيد لاقتصاد مزدهر مستقبلي في المستقبل. إن تحدثنا اقتصاديا بالذات فيما يتعلق بهذه الشراكة الاقتصادية الاستثمارية ما بين الجانبين السعودي والصيني و إقامة هذا المنتدى، ماذا يعني ذلك أيضا عندما يكون هناك منتدى يجمع الكل؟ طبعا أنا من قراءتي للمنتدى الاستثمار السعودي الصيني شمل عدة وزارات، وزارة الطاقة والصناعة والمجالات الثراء
الثروات المعدنية، وزارة التجارة والاستثمار، عدة جهات، الهيئة الملكية لجبال ينبع، برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية، نتكلم على الهيئة العامة للاستثمار، مثل ما ذكرت كلهم القادة الموجودين هناك، الجهود المبذولة منهم، أيضا وجود شركة أرامكو السعودية وسابك وعدة من الشركات الكبيرة في المؤتمر، وأيضا القطاع الخاص، وجودهم يعني أنه في فرص استثمارية سواء للمملكة العربية السعودية في الصين أو حتى للشركات الصينية في المملكة العربية السعودية. أنا أتكلم بالتحديد بان أمريكا، يمكن أحد الشركات اللي استثمرت الآن في جيزان، يمكن يعتبر من أوائل الشركات الصينية التي تستثمر بالكامل في بلد غير الصين. إذا يعني هذا الكلام أي شيء، فيعني أن البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بيئة جاذبة، وبيئة دائما فيها فرص كثيرة. كل الدول في العالم إذا راحت لدولة ثانية تبغى يكون عندها استثمار حتى يكون مجدي، فالاستثمارات المملكة العربية السعودية مجدية. لا أنسى طبعا المصفاة المشتركة بين أرامكو السعودية والصين، نعم. مع ياسرف. لا أنسى شركة هواوي، الشركة العالمية للاتصالات. لما نتكلم حنا عن أربع رخص لازم نكون أعتقد نحدد شوية، إذا فهمي صحيح، فأربع رخص لشركات صينية بالكامل وفي المملكة العربية السعودية. لو ننظر لورا يمكن 4-5 سنين، ترى هذه الشغلات يمكن ما كانت بالباع هذا. الآن أي شركة قادرة أنها تؤثر، وشركة تفيد وتستفيد، الآن تعطى رخصة كاملة كشريك أجنبي يعمل في المملكة العربية السعودية. الآن نتكلم حتى عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، سواء الشمسية. عندك مثال، الصين معروف أنها الدولة الوحيدة في العالم ما في أحد يقدر ينافسها في الصناعة. فلما نجي ونقول لا يا جماعة، حنا نستثمر معاكم، ولكن ابنوا مصانعكم عندنا، يكون نستند إلى المواد الأولية اللي نحتاجها للصناعة والتقنية الصينية. هذا كان شيء جدا ممتاز. لما نتكلم عن حتى الآن الصناعات الدوائية والطبية، أيضا الصين الآن داخلة في المشاريع هذه وبقوة، لازم نستفيد منهم. يمكن آخر شيء أبغى أتكلم عنه وهو صناعة السيارات. صناعة السيارات الكل يعرف الآن إذا جاء أي دولة قادمة فهي الصين. الصين ليست فقط في السيارات العادية الاعتيادية التي تحتاج إلى الوقود، ولكن السيارات الشمسية. هذه يمكن أحدى الفرص الاستثمارية اللي بتكون بين البلدين حتى نستفيد من قدرتهم التصنيعية والتقنية الموجودة عندهم، ونحولها إلى مصانع في المملكة العربية السعودية. فيمكن هذه الشغلات اللي إن شاء الله يمكن جزء منها وقع، والجزء الآخر يناقش، وأهمية الموضوع أيضا كما ذكرت سالفا، يمكن هي رؤية سيد ولي العهد، فالرؤية رؤية المملكة 2030، وأيضا قدرتنا على تحقيقها بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. دكتور عبد الرحمن، طبعا على مستوى العلاقات الدولية، ومن يتابع طبعا الإعلام السياسي وكذلك العلاقات ما بين الدول، وعندما يقرأ تاريخ الدبلوماسية السعودية، طبعا يرى بأن السعودية هي دولة الأفعال دائما، وهناك من يشيد وربما يفتخر بهذه العلاقات واستمرارها مع الجانب السعودي. عندما يتحدث وزير الخارجية الصيني ويقول نرى إمكانات هائلة في السوق السعودي، بالتأكيد هناك رسائل تبعث لمن يقرأها. أحسن، دعنا نتفق على نقطة معينة. احنا ندرس ايضا لطلابنا، نقول انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يزدهر اقتصاد في العالم ما لم يكن هنالك استقرارا سياسيا. نعم. استقرار المملكة هو الباعث الرئيس على التنافس بين الشركات للدخول الى السوق المحلي، وهو الباعث الرئيس لان يقول الوزير للمؤشرات التي كانت
موجودة. استقرار المملكة هو المحرك الرئيسي لاقتصاد العالم، لا أقول لاقتصاد السعودية أو شرق آسيا أو غربها، أو هو المحرك الرئيسي، هي الدولة المؤثرة في هذا الجانب بدرجة عالية جدا. ولذلك استقرارها السياسي شجع المستثمرين بما فيهم الشركات اللي ذكرهم المهندس للدخول، لأنها فرصة لها دخول السوق السعودية. أولا السعودية تتمتع باستقرار سياسي، تتمتع بقوة تأثيرية في القرار الدولي، تتمتع ببنية اقتصادية أو بأساس اقتصادي قادر على المنافسة خلال حقبة زمنية قادمة. أيضا فرصة أو مجال جديد أن تدخل هذه الشركات عابرة القارات أو ما نسميها العلاقات الشركات الدولية، لأنها تجد سوق لها في المملكة العربية السعودية يحميها استقرارها السياسي وقوتها الاقتصادية وتأثيرها على المستوى. أيضا هي نافذة لأن تكون هذه الشركات اللي تصل إلى السوق السعودي تستطيع أن تصل إلى أسواق أخرى مرتبطة بالسوق السعودي، ليس على الجانب الاقتصادي البحث. المؤشرات أيضا تأخذ الجوانب السياسية وتأخذ الجوانب الاجتماعية، تأخذ الجوانب الثقافية، تأخذ الجوانب الإعلامية. كل هذه الجوانب اللي ذكرها وزير الخارجية الصيني هو محق بهذه، لأن هذه مؤشرات على دعم أولا ولاة الأمر للسياسة. السياسة المملكة العربية عرفت على أنها ناعمة بالدرجة الأولى، لا تثير الكثير من القضايا، يعني ليس ظاهرة صوتية كما يقولون في وسائل الإعلام، ولكنها تستطيع أن تؤثر متى ما أرادت عملية التأثير في قرار من القرارات السياسية. سياستنا الخارجية اللي يتكلم عنها وسائل الإعلام معي أو ضدي أنا ما يهمني كثير، إلا حين ما تقرأ هذه السياسة هل نحن نسير بهذا الشكل ولا نجد أن المملكة العربية السعودية لا تدخل في شؤون الآخر، ولذلك هذا أيضا دعم موقفها كقوة تأثيرية بشكل كبير جدا. سياستها وتعاملها مع المواقف السياسية الدولية دائما ما تنم عن حكمة وبعد نظر أكثر من الانفعالات التي أي مثير لها هي تنفعل معها وتبدأ تتعامل معها بطريقة أو بأخرى. هذا الجانب دائما ما يفقد كثيرا من الحماس في هذا القضايا. السياسة السعودية منذ عرفنا السياسة السعودية وهي سائرة على أنها تتعامل مع المواقف السياسية أو الاقتصادية أو أي هذه القضايا بأي طريقة منها بحكمة عالية جدا، وأيضا بارتداداتها، بمعنى أن السياسة السعودية تستطيع أن تنظر مستقبلا ما هي التأثيرات التي يمكن حدوثها وكيف نتعامل معها وبلين يعني شكل كبير. الصين بدأت يعني إذا رجعت العلاقات ويقولون أنها من عام 90 يعني بدأ التقارب مع المملكة العربية السعودية حتى هذه اللحظة، يعني 19 سنة ويطلع وزير خارجية ويتكلم بأن هنالك مؤشرات قوية، إنما يعني ما جابوها من فراغ، جابوها من قوة تأثيرية للسياسة السعودية في كثير من القضايا وجربت هذه. معنى هذا الكلام أنه كما أشرت أن المملكة العربية السعودية لا تريد أن تقول الكلام، دائما يستطيع كل واحد يقول أنا أفعل وأفعل كذا، ولكنها هي جرت على العادة على سياسة المملكة العربية السعودية أنها قادرة على التطبيق، قادرة على متى ما أرادت أن تقف في هذا التطبيق وتطبقه فهي فاعلة لذلك. إذن هي سياسة حكيمة دائما ترد بي جدا، تجعل ربما الأحداث هي التي ترد على ما قيل عنها. مهندس عبد المحسن، أيضا طبعا الشراكة اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى طبعا كان لها دور جدا كبير، وكان طبعا اليوم توقيع ل 12 اتفاقية ما بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب الرئيس الصيني، طبعا مذكرات متنوعة شاملة للعديد من المجالات، وتحدث سمو ولي العهد تحديدا عن طريق الحرير وبأنه يتواءم ويتلاقى مع رؤية السعودية 2030. نحن نعلم مدى النجاح الذي حققته الرؤية داخليا داخل السعودية، نجاحها طبعا تعدى الحدود ووصل إلى هذه الدول، لذلك كانت هي حريصة على أيضا المساهمة بدورها في هذه الرؤية وتحقيق جميع مبادراتها. المستقبل الذي تراه أنت كتحليل كمحلل اقتصادي متابع لما ستؤول إليه ربما هذه الخريطة وهذا التعاون الاقتصادي ما بين الدولتين وكذلك الشعبين، مثل ما ذكرت الصين يعتبر شريك استراتيجي
مثل كل شركائنا الاستراتيجيين، سواء نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية أو نتكلم على اليابان، نتكلم على الهند، نتكلم على بريطانيا، فرنسا، الصين، يمكن لم يخن التعبير تكون ثاني أهم شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية. رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وطريق الحرير الصيني وأهمية تلاقي الرؤية، زي ما قلت الآن داخليا احنا كلنا الآن شفنا أهمية الرؤية وشفنا الحمد لله مخرجات الرؤية. نعم. الآن دول العالم كلها وكثير منها كانت يعني يعني ما أخذت محمل الجد، الآن أخذونا كل محمل الجد. إذا الصين قررت أنها أن طريق الحرير تكون المملكة العربية السعودية إحدى الدول الاستراتيجية المهمة، فهذا لقناعتهم التامة بأهمية المملكة العربية السعودية في مشروع الطريق الحرير، ويعتبر من أهم مشاريع إن لم يكن الأهم لجمهورية الصين الشعبية. وله دلالات كثيرة جدا. فكون المملكة وطبعا وجود المملكة جغرافيا حمزة الوصل بين أفريقيا وبين جنوب غرب آسيا واتصالاتها القريبة يمكن مع أوروبا كان من المهم جدا، فهو يعتبر صراحة استثمار ناجح لكل الطرفين، المملكة العربية السعودية وإلى الصين. يمكن موضوع مهم جدا وهو يمكن كان جزء من التوقيع الاتفاقيات وهو التعاون التقني بين البلدين. الكل يعرف أنه الصين ليست بالدولة السهلة بالذات في مجال التعاون التقني بحكم أنهم يعني قد يكونون جديدين على الموضوع هذا، لكن الآن من خلال المناقشات، من خلال الاستثمارات، من خلال التعاون بين الشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية وسابك وسينوبيك الصينية، نجد أنه الآن تعاون بدأ يسير. يمكن تعرف أنه كثير الآن من الطلبة السعوديين موجودين يدرسون في الصين، يدرسون اللغة الصينية، يدرسون في جامعات صينية، فهذه هي الآن أراها المستقبل الآن التعاون التقني بين المملكة العربية السعودية وبين الصين، سواء في طلاب يدرسون بالصين أو حتى يمكن طلبة صينيين. أنا أعرف جامعة الملك عبدالله العلوم التقنية يوجد طلبة صينيين كثير يدرسون في الجامعة، لهم إنتاجاتهم من براءات اختراع إلى, 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 إلى بحوث. فالصين الآن تعتبر من أكبر الدول في العالم في براءات الاختراع، من أكبر الدول في العالم في استثماراتهم في التطوير والبحوث. من المهم جدا لنا احنا كدولة، وأعتقد هذا ما يراه عندنا صناع القرار بقيادة سيدي سمو ولي العهد بأهمية الشراكات مع دولة زي الصين الشعبية. نعم دكتور عبد الرحمن، بما أن المهندس عبد المحسن سبقني بالحديث عن هذا الموضوع وذكر موضوع اللغة الصينية في مدارس وجامعات المملكة، وهذا ما تم الحديث عنه اليوم والاعتماد عليه، البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات المملكة. طبعا هذا التنوع وهذا الاهتمام باللغة الصينية طبعا له دلالة كبيرة على مستقبلها ومكانتها. صحيح. أبعاد هذا القرار وهذا القرار من سمو ولي العهد بإدراج هذه اللغة ضمن مقرراتنا التعليمية. أولا يجب أن نقف عند نقطة مهمة، الصين دولة قوية، دولة لها تاريخها الاجتماعي والثقافي، لا يمكن بأي حال من الأحوال التجاهل في هذا الجانب، وهي قوة ثقافية مؤثرة يعني بدرجة أو بأخرى في جميع ثقافات العالم. نحن لا نجد اللغة، وأعتقد أنكم زي لا نجد اللغة الصينية يعني بدرجة، ولكن قرأنا عن باحثين في كتابات أخرى يجود اللغات أخرى غير الصينية وكتبوا فيها عن الصين وكتبوا فيها عن تاريخ الصين، ولذلك نجد أن اللغة هي امتداد للثقافة هذا المجتمع. دخولها في الجامعات، أنا أعتقد أن في بعض الجامعات والكليات يعني ترغب هذا، أولا لأن عندنا
نسبة عالية يعني أو نسبة مرتفعة من الصينيين يدرسون، خاصة يدرسون في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ويدرسون كبعثات في جامعات، هذه في الجوانب الإنسانية والجوانب الشرعية والجوانب الفقهية وغيرها. في الجوانب التقنية مثل ما ذكر مهندس المدينة جامعة الملك عبد الله لها تأثير، ولذلك حتى أننا نستطيع أن نتفاهم مع هذه الثقافة التي لا تقل عن ثقافتنا وقدرتنا أيضا عن فهم هذه الأمور، يجب أن تكون بيننا وبينهم أرضية مشتركة، وهذه الأرضية المشتركة لا يمكن أن تكون إلا من خلال فهم لغتهم. صحيح. فيجب أن تكون هذه الأرضية المشتركة حتى نستطيع أن نتفاهم أنها مبنية على قدرتنا على فهم هذه اللغة وقدرتهم أيضا على فهم لغتنا. لا نريد أن نكون تابعين لهم كما أنهم هم لا يريدون أن يكونوا تابعين لغيرهم من حيث اللغة. ولذلك هذا القرار اللي اتخذ الآن هو تمهيد لأن يكون هنالك مسارات أما في الجامعات أو على الأقل لدينا القدرة على فهم هذه الثقافة حتى نستطيع من خلالها أن نفهم ماذا يصنعون وكيف يصنعون وكيف يفكرون لأننا نتعامل معهم. كثير من التقارير الإعلامية التي أشارت إلى الصين بأنها قوة اقتصادية يستطيعون أن يؤثرون، ولذلك أيد هذا الكلام المهندس عبد الحسين في هذا الجانب. نعم، إذا نحن بحاجة إلى أن نفهم هذه اللغة حتى أن نستطيع أن نستفيد أو على الأقل تنقل عقولنا الآن اللي يدرسون عندهم في الجامعات الصينية ينقلونها إلى أو توطين يوطنون هذه اللغة الصناعية وهذه اللغة العلمية توطن في الجامعات وتوطن في المدارس. لا نستطيع أن نأتي ونبني جسر من بدون ثوابت يعني. حتى إعلاميا دكتور. حتى إعلاميا. المستوى الإعلامي جميل أن يكون هناك. سأصل إلى هذه النقطة. لا يمكن أن نبني جسر بدون قواعد لهذا الجسر. قواعد هذا الجسر هي الإعداد لجيل يستطيع أن يتفاهم بجميع هذه اللغات. جميل. ولذلك دخلت أو الآن تم الاتفاق على أنها تكون بادية في الدخول في المدارس، لعلها مسار في مسارات العلوم نستطيع أن ندرس هذا الجانب وهذه اللغة. أيضا طرحت الكثير منها، يعني الصين على سبيل المثال عام 95 بدأت تعرض الثقافة الصينية وقدرتها من خلال المطبوعات التي كانت تصدرها كثير من المؤسسات قبل أن تتحول إلى قناة فضائية الآن، ولكنها كانت تعرض ثقافتها. المشهد الإعلاني اهتمامهم في الدراسات الإعلانية الاقتصادية هي بدأت عام 97 في الصين، فاستطاعوا أن يدرسوا. لماذا بدوا 97؟ ليش ما بدوا قبلها يعني وهم قادرين على هذا الجانب؟ وجدوا أن أيضا أن هنالك فرصة في دول الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية أن نستطيع أن ندخل من خلال الجانب الإعلاني للثقافة الصينية وندخل من خلالها. عندهم القدرة على الترجمة، وكثير ما نقرأ عن باحثين لهم متميزين لديهم قدرة في الترجمة، وترجموا أيضا عن جوانب عربية ولكنها ما زالت دون يعني المبتغى حقيقة، ربما فردية. نعم. إيه يعني اجتهادات فردية نوعا ما، ولكن يمكن أيضا لأن أغلب الباحثين الصينيين المتميزين هم موجودين في الغرب بالدرجة الأولى يعني، ولذلك ما نقرأه عن ثقافة الصين وحنا نقرأه من خلال هؤلاء الباحثين الذين ربما تأثروا أيضا بثقافات أخرى ليست بالثقافة الرئيسية الصينية. نعم. مهندس عبد المحسن، أيضا لا شك أن هذا التحالف الاقتصادي المتين ما بين السعودية والصين وكذلك ربما التوافق السياسي الكبير ما بين الدولتين في العديد من المجالات بالتأكيد هو سيفتح أيضا آفاق أرحب ل تنوع هذا المجال الاستثماري والاقتصادي، وليس فقط ربما اهتمام بمجال معين دون غيره. أيضا هو سيفتح أعتقد العديد من الفرص العمل، ونحن نتحدث دائما عن هذا الموضوع، ورؤية السعودية تطمح لخلق المزيد من فرص العمل تحديدا في هذا المجال مدى انعكاس تنوع هذه الاتفاقيات على إيجاد فرص عمل تواكب تطلعات السعوديين. يمكن لما نتكلم على المذكرات التي وقعت يعني ناخذ كمثال الآن مثال حي واقعي جدا، لما نتكلم على مشروع ياسر فهو المشروع المشترك بين رامكو السعودية وبين سينوبيك، يعني لم تخني الذاكرة يعني يمكن يوظف حوالي 3000 تقريبا موظف وموظفة في ينبع الصناعية،
والآن لما نادي الشركات الأخرى مصانع الإطارات، مصانع الخلايا الشمسية، مصانع البتروكيميائيات زي الموجودة الآن في جيزان، هذه لها انعكاسات بالتأكيد في التوظيف، لكن التوظيف ليس هو العامل لوحده، عدة عوامل أخرى، نقل التقنية، توطين الصناعات، حتى الاستفادة من الخبرات. بالضبط، الخبرات، الصين الآن عندها خبرات كبيرة جدا في مجالات شتى. يعني يمكن الآن أحد الشغلات اللي نحاول نتكلم فيها مع الشركات الصينية سواء كجامعات أو مراكز بحوث، وهو كيف خبرتهم في عملية توطين البراءات الاختراعات وتحويلها إلى منتجات. هذا طبعا هو يعتبر من صلب موضوع صلب شركة تطوير المنتجات البحثية. احنا الآن الحمد لله أخذنا خبرات كثيرة من دول أوروبية وبالذات من أمريكا الشمالية والاتحاد الأمريكية، لكن بالتأكيد دولة مثل الصين عندها خبرات كبيرة جدا من خلال الصناعات اللي صنعوها وتفوقهم في عديد من المجالات التقنية. فبالتأكيد نتائج الشراكة الاستراتيجية المهمة بين المملكة العربية السعودية والصين ليس فقط في عملية إيجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي أو الشباب السعودية في البلد، ولكن يذهب إلى أكثر من ذلك، يذهب إلى عملية التوطين، عملية نقل المعرفة، عملية تطوير وتحويل المنتجات البحثية إلى منتجات أو خدمات. كنا نتحدث دكتور عبد الرحمن قبل قليل عن إدراج اللغة الصينية، ولا شك أنها تندرج تحت الثقافة، وهناك جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين. بالتأكيد يعني هذا التحول الثقافي وهذا الاهتمام كذلك بالجانب الثقافي ما بين البلدين وكذلك ما بين الشعبين، بالتأكيد سيكون له آثار مستقبلية إيجابية على كلا الشعبين. بالتأكيد أنه سيكون جوانبها الإيجابية عالية جدا. أولا نعود أيضا على النقطة الرئيسة طرحناها، أن الثقافة الصينية ثقافة عالمية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تهمش. هذه ثقافة واقعة عاشت سنوات، تميزت في جوانب، ضعفت في جوانب، مثل ما كانت الثقافة الإسلامية عالية واستفاد منها الكثير. هذه تحولات الثقافة مع تحولات المجتمعات لا يمكن إنكارها، ولكن نحن الآن في هذه الفترة ودخول اللغة الصينية أو على الأقل أن دخولها في الجامعات السعودية، في كثير من الصينيين قدموا إلى الدراسة وهذا ما مفروغ منها مسبقا على هذا الجانب، ولكن المحرك الآن الرئيس أنه الشركات الصينية اللي نسميها عابرة للقارات ستدخل إلى السوق السعودي وفق معايير هذا السوق، وهي بحاجة إلى أن تفهم ثقافة المجتمع. يعني أنا أتوقع أنه إن الطلب جاي من الصين أن يكون الثقافة الصينية اللغة الصينية موجودة. ليش؟ لأن الآن هذه الشركات ستدخل السوق السعودية، ولذلك هي بحاجة بالدرجة الأولى إلى فهم ثقافة المجتمع السعودي، فهم لغته حتى تستطيع أنها تتعامل معه. أي مؤسسة عابرة للقارات تصل إلى مجتمع لا تفهم ثقافته وقيمه الاجتماعية ومنظومته بشكل عام لا تستطيع أن تعمل به، فهي بحاجة إلى أبناء هذا المجتمع حتى أنهم يكونوا موجودين ضمن شارحي الثقافة وضمن شارحي الاستراتيجية للشركة للمجتمع وماذا تقدم من خدمات أو سلع لهذه الشركات. هذه أيضا جزء من الرؤية التي طرحها سمو ولي العهد يحفظه الله بأن يكون هنالك شباب قادر على فهم ثقافات العالم وليس فقط ثقافة الصين أو غيرها من الدول، فاهم ثقافة هذا العالم حتى أنه يستطيع أن يكون شارحا لثقافتنا من خلالها. نحن لسنا ضعفاء في جانب الثقافة، نحن أيضا ثقافتنا عالية جدا. جائزة الملك جائزة سمو ولي العهد للتعاون الثقافي اللي ترعاها وزارة الثقافة هي جاءت من طرق واحد، وتضمنت مجموعة من المعايير من ضمنها عملية الترجمة، والترجمة ليس من الصينية إلى اللغة العربية، هذه سيقوم فيها فريق بحثي سعودي
يقوم بعملية الانتقاء، ولكنهم تشجيع لهم على الترجمة من كتبنا وثقافتنا إلى ثقافتهم في أكثر من فرع طرحت، بما فيها الترجمة، بما فيها البراءة الاختراعية للعلم، بما فيها يكتب عن العرض العلمي، مشروع التخرج، أشياء كثيرة تطرح في هذا الجانب، ولكنها تحت مظلة هذه الجائزة حتى تستطيع. في المشهد الإعلامي أيضا نجد أن هنالك مساهمات كبرى، الصين تسعى إلى أن يكون لها باع طويل في جانب اللغة العربية، حتى أنها على الأقل تكون منافس للقنوات العالمية في عرضها للأحداث، في شرحها، بضيوفها، بوضعها، رسالتها، حتى تصل رسالتها بشكل واضح. رسالتها لم تأتي إلا من ثقافة الصين، ولذلك لا تريد أن تصطدم ثقافة الصين مع ثقافات المجتمعات التي يعني هي تحرص على أن تكون حاضرة فيما بينها. نعم مهندس عبد المحسن، أيضا نحن تحدثنا قبل قليل عن موضوع خلق فرص العمل ربما التي ستنتج و تخرج بها هذه الاتفاقيات التي وقعت. دعنا نركز على جزء أساسي يتعلق بهذا الموضوع، ودائما سمو ولي العهد حتى يتحدث عنه في كلماته، قضية الاهتمام بالعقول السعودية ربما إتاحة الفرصة لهم، وكذلك حتى إعطائهم الفرصة في تولي المسؤولية في العديد من المناصب وكذلك الأماكن في كافة الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص. بالتأكيد سيكون لها تأثير تبادل الخبرات هذه والالتقاء كذلك بالعقول الصينية، والعكس صحيح في هذا المجال. هناك أيضا أبعاد اقتصادية استثمارية تعود بما يسمى بالاستثمار في الإنسان. صحيح، يعني برجع على موضوع المصانع الحالية بالذات، مثلا نتكلم على مصفات ياسرف الموجودة في ينبع، وهي مشروع استثماري بين سينوبيك وأرامكو السعودية، القيادة فيها سعودية صينية، وهذا لما نرجع الآن والمصانع الموجودة في الصين وهي بين استثمارات لأرامكو السعودية ولا سابق، نتكلم حنا على مصافي، نتكلم حنا على مصانع كيميائية، تجد حتى هناك السعوديين موجودين في قيادات للمصانع هذه موجودين مع الصينيين. طبعا هذا هو الآن لما نتكلم حنا على الحضارات ونتكلم على الاستفادة من القدرات والإدارات، الصين بلد سواء شئت ما بيت ما ذكر مع الدكتور بلد مهم جدا، والكل يحط له ألف حساب، لازم نستفيد منهم في مجال الصناعة، لازم نستفيد منهم في مجال الابتكار، نستفيد منهم في مجال الإدارة. فبالتأكيد وجود الصين كشريك استراتيجي مهم جدا، بالتأكيد مهم جدا وجود الاستثمارات هذه اللي كما ذكرنا، سواء استثمارات للصين في المملكة العربية السعودية أو حتى استثمارات يعني كثير من الناس يمكن يستغرب يقول ليش مثلا شركة زي أرامكو السعودية أو سابق عندها استثمارات. الآن حسب آخر أرقام الصين أكبر دولة تستورد من النفط منها هي من المملكة العربية السعودية، يعني طبعا وجود مصفاة عندنا أو وجود مصنع بتروكيميائي موجود في الصين كان هذا أحد الأسباب اللي خلتنا نكون أكبر دولة موردة للنفط للصين. زي ما ذكرنا احنا مهم جدا التبادل الخبرات، مهم جدا نشوف حتى طريقة الصين في إدارة الأعمال. لما نتكلم احنا حتى على المشاريع الصغيرة المتوسطة استفدنا كثير من دول زي أوروبا، دول زي أمريكا. لا شك الصين عندها نجاح كبير، الصين يمكن الدول قلائل اللي كان تدخل الحكومة الصينية في مساعدتهم، في مساندتهم، في تحويلهم من 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 شركات يمكن صغيرة متوسطة إلى إيفن إلى شركات كبيرة. ف يعني مهم جدا التعاون مع دولة زي الصين، مهم جدا نتعلم منهم، مهم جدا نتكاتف معهم ونساندهم ويساندهم. أيضا بالإضافة إلى ما ذكرت ولو باختصار مهندس عبد المحسن، أيضا حتى الجلوس مع رجال الأعمال كذلك، ونعلم أن هناك لجنة مشتركة ما بين رجال الأعمال ما بين الجانبين السعودي والصيني، أيضا الوقوف والتشاور معهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، بالتالي تذليل هذه التحديات، هذا أيضا محفز
لهم اقتصاديا؟ بالتأكيد. أنا أذكر أو قرأت قبل قليل أنه الهيئة العامة للاستثمار جلست مع 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 تجار وصينيين وعرفت ما هي التحديات اللي أمامهم، وجرى الآن التغلب على كثير من التحديات. يمكن أكبر دليل وهو إعطاء 4 رخص لشركات صينية كاملة، يعني يعكس هذا ترى إعطاء الرخص لشركات أجنبية 100% ليس بشيء سهل. الآن يعني نشوف الواقع قدامنا، فتأكيد لكلامك نجلس مع التجار نعرف تحفيز وتشجيع بالضبط للجميع. بالضبط. دكتور عبد الرحمن، وأختم معك اللقاء بتساؤل حول ربما الرسائل الإعلامية والتي نود أن نختم بها هذا اللقاء من هذه الجولة الآسيوية تحديدا. باكستان، ونعلم وتابعنا كل البروتوكولات الخاصة في استقبال سمو ولي العهد، أيضا عقبها الهند وكذلك في الصين. باختصار، إذا تحدثنا عن جانب البروتوكول يعني في التغطية الإعلامية، نجد أنه حقيقة كل هذه الدول يعني سعت بشكل أكبر إلى أنها تقدم أعلى مستويات البروتوكول الذي يمارس مع الرؤساء في جميع المحافل. ولكن خلنا نأخذ الجانب الإعلامي بدرجة أخرى. يعني حينما قطعت وسائل الإعلام هي ركزت على شخصية شاب قادر على إثبات أنه ليس هنالك مستحيل. حينما تحدثت وسائل الإعلام، أنا كنت أتابع وسائل الإعلام في باكستان أول ما بدأت الزيارة، كانوا يصفونه بأنه الرجل اللي يستطيع أن يغير ما كان يحلى، يعني ما كان ينظر إليه على أنه أمور مستحيلة. فهو استطاع أن يصنع أشياء غير موجودة يعني في المجتمع. فكانت التغطية الإعلامية المرافقة على جميع القضايا كانت تركيزها في الأساس هو على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله في جميع زياراته. بس إذا سمحت لي يعني باختصار دقيقة ولن أزيد عنها. دقيقة يا الله دخل يعني 10 ثواني. احنا حينما نتحدث عن تعزيز التواصل الثقافي ودعم البحث العلمي بين الصين والمملكة العربية السعودية، لا يجب أن نفكر بأننا أقل يعني من الآخرين، ولذلك حنا يجب أن نستفيد من كل هذه الخبرات. حنا ننقل الخبرات. صحيح. بما نستفيد منها، لا ننقل كل خبراتهم، لسنا بحاجة إلى كل خبراتهم، نحن نريد ما نستفيد منه ما يدعم رؤية المملكة. شكرا لك دكتور عبد الرحمن النامي، أستاذ العلاقات العامة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشكر كذلك موصول للمهندس عبد المحسن المجنوني، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية، وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم لنا. ختاما، كاتب التاريخ الحديث، قائد التغيير، عراب الرؤية، سور السعودية، سور الوطن، للصين سور ومحمد لنا سور. كان ذلك غيض من فيض مشاعر آلاف السعوديين نثرا وشعرا، وهم يرون صور سمو ولي العهد على سور الصين العظيم. لما ذاك الاحتفاء؟ باختصار، لأنه محمد بن سلمان بن عبد العزيز. إلى اللقاء.